وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصه بانتاج الطاقه الجديده والمتجدده لتعزيز دور الطاقه المتجدده في عمليه التنميه وفي اجتماع اخر وجه الرئيس بالمحافظه على استمراريه المخزون الاستراتيجي للدوله من السلع الغذائيه الرئيسيه وبمتابعه اسعارها السوقيه بهدف الحفاظ على استقرار موقف الامن الغذائي للدوله اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك الربط الكهربائي مع دول الجوار، وقد استعرض الدكتور محمد شاكر المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تهدف للوصول إلى نسبة 42% للطاقة المتجددة. من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، وخاصة مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالتوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة. بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء منطقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة، كما استعرض السيد وزير الكهرباء مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص، حيث وجه السيد الرئيس باستمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار، في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدرا واعدا للطاقة في المستقبل. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار. خاصة المملكة العربية السعودية وكل من اليونان وقبرص كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الاجتماع تناول متابعة موقف توفر السلع الاستراتيجية الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والارصده لجميع السلع الغذائيه الاساسيه للدوله وذلك في اطار التخطيط المسبق للدوله بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها مع الاخذ في الاعتبار الازمه الغذائيه العالميه الحاليه وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظه على استمراريه المخزون الاستراتيجي للدوله من السلع الغذائيه الرئيسيه ومتابعه اسعارها السوقيه وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. وقد عرض الدكتور علي المصلحي في هذا الصدد الموقف التفصيلي لمخزون الدولة من مختلف السلع الأساسية أخذا في الاعتبار موعد حلول شهر رمضان المعظم واهميه الاستعداد له حيث اكد وجود مخزون استراتيجي للقمح حتى شهر ابريل من العام القادم ولحين بدايه موسم الحصاد القادم وبالنسبه للسكر فيكفي الاحتياطي الاستراتيجي منه حتى شهر فبراير القادم علما بان الموسم الجديد للانتاج سيبدا في شهر يناير اما عن الزيت فان الاحتياطي الاستراتيجي للدوله يكفي حتى أول مايو القادم مع استمرار تعزيز المحافظة على هذا المخزون. وبالنسبة للأرز فهناك اكتفاء ذاتي من إنتاجه كما تم استعراض المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن حيث تصل نسبة الاحتياطي في كل منهما إلى حوالي 12 شهراً وخمسة أشهر على التوالي أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الغذائية قها وإتفينا، والذي يقع بمدينة السادات على مساحة 120 في الدن وبتكلفة استثمارية حوالي 5.5 مليار جنيه وذلك بالمشاركة بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث سيضم المجمع تسعة مصانع للمعلبات والمجمدات الغذائيه بكافه انواعها المختلفه وقد وجه السيد الرئيس بدقه الالتزام باحدث النظم والمعايير والمواصفات العالميه للتصنيع الغذائي بما يؤهله لتلبيه الاحتياجات المحليه وكذلك التصدير اخذا في الاعتبار النقله النوعيه الضخمه التي سيمثلها هذا المشروع لمنظومه الامن الغذائي بالدوله كما عرض السيد وزير التموين في ذات السياق ابرز المشروعات الاستثماريه التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه، خاصه ما يتعلق باستخلاص وتكرير وتعبئه الزيوت من خلال مجمعات المصانع في كل من مدينه السادات، وبرج العرب، وسوهاج، اخذا في الاعتبار ان الشركه القابضه تمتلك مجموعه من اعرق شركات الصناعات الغذائيه في مصر وتغطي منتجاتها جميع المحافظات عن طريق اكبر شبكه توزيع ومنافذ بيع على مستوى الجمهوريه